الآن كما تشاهدون الآن داخل المصلى القبلي يتم إطلاق حرب اللي صار حرب شنيعة اللي صارت احنا قاعدين في البيت ما فيش اي حاجة يعني قاعدين في البيت احنا فجأة الدنيا قامت بنتين وولدين اطفال سنتين ثلاث سنين وفي ست سنين وفي عشر سنين وفي 11 سنة راحوا كلهم يعني نحن جئنا هنا لندافع عن هذا الحي وكما نشاهد في مدينة القدس نحن ندافع عن كل شبر الاحتلال يريد في أكبر عملية تزوير لهذه المدينة هو يريد أن يغير واقعها العربي الإسلامي إلى واقع يهودي بقوة السلاح بقوة بالقوة المفرطة بالقمع بالتنكيل وهذا ما يزيد عزيمة وإصرار أهل هذه المدينة المقدسة לא נאפשר לאף גורם קיצוני לערער את השקט בירושלים. נשליט בחוק וסדר, בתקיפות ובאחריות. נמשיך לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות, אבל לא נאפשר הפרות סדר אלימות. באותה נשימה אני אומר לארגוני הטרור, ישראל תגיב בעוצמה על כל מעשה תוקפנות מרצועת עזה.
إن الجرائم التي تقترفها إسرائيل بحق شعبنا في كل أنحاء فلسطين من قتل ومصادرة أراضي وهدم بيوت وإخلاء المواطنين من بيوتهم ومنع الحركة وحصار القدس بجدار وغزة بأسلاك شائكة وإغلاق المعابر كانت السبب وراء هذا الانفجار الشعبي والوطني ضد الاحتلال والظلم والقهر. שתיים, כשהיו ברצף כמה אזעקות, הורים שלי, למזלנו, לכל המשפחה, לכולם, הספיקו להיכנס למקלט, וקרה מה שקרה, אתם רואים, כל הבית נהרס. يعني حسيناه كانوا في المرعب وأمر من في المرعب. تشوف تطلع الشرار يعدي في الدار القصف والمجر مش قادرين نتحرك مش قادرين نطلع أولادي حطناهم The fighting risks dragging Israelis and Palestinians into a spiral of violence with devastating consequences for both communities and for the entire region. It has the potential to unleash an uncontainable security and humanitarian crisis and to further foster extremism, not only in the occupied Palestinian territory and Israel, but in the region as a whole. اجمعنا فيهم عن قريب الحمد لله الحمد لله